كافة الانتخابات ما زالت تتأرجح بين اليمين واليسار، الأفضلية لليمين حتى الآن، لكن نتائج الأحزاب على مستوى البرلمان ليس بالضرورة أن تتوافق مع تلك الموجودة على المستويات المحلية في انتخابات البلديات أو المقاطعات. فأي المناطق في السويد يسود فيها اللون الأزرق؟ وأيها بغالبية حمراء خضراء؟ وكيف يبدو وضع رؤساء الأحزاب في المدن التي نشأوا فيها؟ خصوصاً بعد أن ظهر اليوم خبر تفوق حزب إسدي في بلدية فانمو مسقط رأس ومنشأ رئيسة حزب الوسط أني لوف. يوجد في السويد 290 بلدية و21 مقاطعة. المسائل السياسية التي تتولاها البلدية تختلف عن تلك التي تتناولها المقاطعة أو البرلمان. على سبيل المثال، التعليم من مسؤولية البلدية، بينما الصحة من شؤون المقاطعة، في حين أن الدفاع مسألة برلمانية بحتة. لنلقي نظرة كيف صوتت بعض المقاطعات الكبرى في السويد. في مقاطعة ستوكهولم كانت الصورة الانتخابية مخالفة لتلك التي جرت على مستوى البرلمان، حيث تفوق الاشتراكيون الديمقراطيون ب 33% من الأصوات، تلاهم المحافظون ب 20% و 11% لحزب اليسار، فيما حصل حزب ديمقراطي السويد SD على 10% فقط. في بليكينغ في الجنوب وصلت نسبة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى ما يقارب 34%، وجاء ثانياً حزب ديمقراطي السويد SD ب 24%، ثم حزب المحافظين في المركز الثالث بنسبة 18%. الصورة العامة في المقاطعة مشابهة جداً لتلك البرلمانية. وفي مقاطعة سكونا في الجنوب أيضاً تتوافق الأرقام إلى حد ما مع الصورة العامة للسويد، بتصدر الاشتراكيين بنسبة 29% تقريباً، لكن الفرق هنا أن حزب المحافظين يأتي في المركز الثاني بما يقارب 22%، وثالثاً يأتي حزب ديمقراطي السويد الإستي بنسبة 20%. أما في فيسترا يوتلاند غرب البلاد، فتصدر الاشتراكيون ثم المحافظون، وحل ديمقراطي السويد ثالثاً بخمس نقاط مئوية أقل من نسبته البرلمانية. وعلى مستوى المدن، تغلبت كتلة أحزاب اليسار في المدن الكبيرة كيوتبوري ومالمو. وفي يوتبوري حصل حزب اليسار على نسبة تقارب 16%، وتفوق على الإسدي. أما في مالمو فانقلبت الآية، وتفوق ديمقراطي السويد على حزب اليسار. يبقى السؤال، كيف كانت نتائج رؤساء الأحزاب في مناطق نشأتهم؟ رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون ولدت وترعرعت في أوبسالا، وفي مدينتها حصل حزبها الاشتراكي الديمقراطي على 27%، فيما حصل المحافظون على 17%. وفي مسقط راسيم أوكسون رئيس حزب الإسدي في بلدية سولفسبوري، تصدر حزب ديمقراطي السويد الإسدي بنسبة 39%، متفوقاً على الاشتراكيين الديمقراطيين بأكثر من 10%. التوافق الأيديولوجي نفسه نراه بين رئيس حزب اليسار نوشي دادغوستار والمدينة التي نشأت فيها يوتبوري، حيث حصل اليسار على 16% بفارق 5 نقاط مئوية عن ديمقراطي السويد. أما رئيس حزب المحافظين أولف كريستوشون، فيمكن اعتبار إسكلستونا المدينة التي نشأ فيها هي مدينته، رغم أنه ولد في لوند. وفي إسكلستونا جاء حزب الاشتراكيين أولاً ب 34%، يليه ديمقراطي السويد ب 22%، ثم حزب كريستوشون ب 17%. بعض المدن انتخبت أبناءها من رؤساء الأحزاب، في حين اختارت مدن أخرى منافسيهم.